تطرقنا وفي هذه القاعة وبحضور ممثلين عن الناقلين في ولاية شلف إلى محطة تازغايت. أنا لم أقرر شيء انفرادي كما جاء في جريدة من الجرائد أن الوالي يقرر بشكل انفرادي. الوالي ليس الأخطر سداس، الوالي دولة، أنا أمثل الدولة، أنا أمثل هيئة عمومية. الوالي هو هيئة ستان ستاف أدمينستراتيف، الوالي هو الوالي وهو الأمين العام والدال والدراغ وهو مجموع المدراء تاع القطاعات. فالقرار هذا لم يكن اعتباطيا ولا انفراديا. أنا درست الموضوع من خلال دراستي وطرحي لهذا الموضوع على اللجنة الأمنية منذ أكثر من 10 أشهر، أقول حتى السنة الماضية، يعني منذ نهاية 2021 عندما كانت مديرة النقل السابقة. وطرحي لهذا الموضوع من خلال تدارسه مع اللجنة الأمنية، اللجنة الأمنية فيها عضو أساسي في اللجنة الولائية المكلفة بتنظيم حركة المرور داخل المدينة. وعندما أتحدث على رونق وجمال المدينة وإعادة هيكلتها وإعادة عصرانتها، فإنني أجد هذه المنطقة لا تتطابق مع هذا التوجه. لا يمكننا إضفاء الطابع الجمالي وعصرنة وإعادة الهيكل لهذه المدينة ونحن نغوط الطرف عن مكان مكتظ بالحافلات ومكتظ بالمسافرين، مكان تنتشر فيه الأوساخ غير ملائم، أصبح غير متطابق مع الهدف الذي من أجله استلم هذا المستثمر هذه الأرضية من الدولة منذ سنة 1997. أنا أقول لك أن الأشياء التي كانت في التسعينات والثمانينات تغيرت الأوضاع تاع المدينة. المدينة يجب عليها أن تواكب التطورات في جمالها ورنقها وفي إعادة هيكلتها. المدينة في حاجة لأن تؤخذ بعض الأمور بعين الاعتبار وبشجاعة. ولم نتسرع في اتخاذ القرار، ولم نتخذ قرار غلق المحطة. أنا لم أوقع على أي قرار بغلق المحطة ولا منع المسافرين من التردد وحتى الناقلين على هذه المحطة، بالعكس احنا مشينا سياسة خطوة خطوة بالتدرج. الشيء الأول وقلت للناقلين، لن تنقل هذه المحطة حتى تهيئ المحطة التي أنجزت بالمال العام ومن الخزينة العمومية وهي غير مستغلة كليا، حتى تهيئ هذه المحطة على الأقل نديروا التظليل، نظلوا يعني الكرة نديروا ليزابريوس. وصورنا هنا بالصور وورينا أن المحطة محطة كبيرة جدا أنجزتها الدولة من الخزينة العمومية ولكنها مستغلة جزئيا. حرام أننا نقيس المال وما نستغلوش، لابد أن نقولها وبكل شجاعة. حرام إنفاق المال العام من الخزينة العمومية سيد لارجون جوتي بار لافونتر بدون أن نستغل هذه المحطة بشكل كامل. أنتم على علم أن الجهة الشرقية من المحطة الجديدة الموجودة في المخرج الغربي غير مستغلة، رغم وجود مؤسسة عمومية لها كامل الحق في إلزام الحافلات ارتياد هذه المحطة. والقانون موجود، القانون موجود، فيه تعليمات وفيه مناشير وزارية مشتركة وقرارات وزارية مشتركة ترغم كل السلطات العمومية على أن تضع تحت تصرف هذه المؤسسة السوغرال كل محطات النقل، موجودة وموجودة ومكتوبة مدونة حتى في الجريدة الرسمية لكنها غير مستغلة. من المسؤول عن هذه الحالة؟ عندما أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لا يجب أن نحتقر وضع هذا المستثمر، بالعكس أيضاً نرى ما هي المنافع والأضرار. ما هي المنافع وما هي الأضرار؟ استدعينا صاحب الشأن عندما بلغ إلى علمي أن هناك شخص بحوزته وثائق تثبت ملكيته على، استدعيناه وناقشناه في الموضوع وقلنا أن هذه المحطة أصبحت لا تفي بحاجية المسافرين
ولا يروق للمسؤول ولا حتى للمواطن العادي أن يرى مدينته بهذه الطريقة وبهذا الشكل الفوضوي. حركة مرورية صعبة جدا، اكتظاظ أوسخ. وأنا اطلعت وأنا راجلا داخل هذه المحطة على هذه الوضعية، قعدت فيها مدة ساعة منذ أكثر من سنة، يوم جمعة يوم سبت الاكتظاظ حتى يوم جمعة والسبت، لأن هناك من يتردد من خارج الولاية لقضاء حاجيته في الولاية يوم السبت. الشيء اللي لاحظته مؤسف جدا، وشفت أنا يا المرافق داخل هذه المحطة لا تليق بمقام مدينة تريد أن تتوجه نحو العصرنة. أعطينا بعض المبررات، من بين هذه المبررات قلنا عدنا بحوزتنا التقرير خبرة صدر عن مجموعة من التقنيين بما فيهم خبير أجنبي منذ سنة أو نيف، وهذا التقرير يشير إلى خطورة البناء في هذه المنطقة. التقرير يشير إلى خطورة البناء في هذه المنطقة، في انزلاق التربة في هذه المنطقة نحو الجهة الشرقية، إذن كاين خطر محدق. من يتحمل المسؤولية؟ وقد أجرينا حسابا بسيطا في لقطة من لقطات تاع التصوير الجوي وجود 60 حافلة في نفس الوقت، الوزن نتاع كل حافلة بالإضافة إلى وزن عدد المسافرين المتواجدين في نفس الوقت، لقدر الله لو يقع هذا الانزلاق في هذه المنطقة وأن الترتيبات لم تؤخذ من طرف أي مسؤول، ماذا سيحدث؟ من جهة واحدة أخرى عدم ملائمة ومطابقة هذا النشاط مع الوضع الحالي. إذا كان في 97 كانت فيه حاجة، اليوم النشاط هذا ما أصبحش يليق بهذه المنطقة. مبررات أخرى تدخل في إعادة النظر وإعادة هيكلة المدينة والتدبر في إنشاء شيء آخر دون بناء في هذه المنطقة، وإضفاء الطابع الجمالي على منطقة الحديقة، حديقة 11 ديسمبر والمنشآت التجارية الواقعة في عين المكان. فطلبنا من المعني بالأمر أن يفكر جيدا، وقد طلب أن يغير من النشاط من نشاط محطة حافلات إلى نشاط آخر ببناء مرافق تجارية.